تخيل ان انت تتجوز انسانة لمدة 16 سنة، عشرة على الحلوة وعلى المرة، وبعد 16 سنة من العشرة بتكتشف فجأة انها السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة. قصة النهاردة قصة غريبة جدا، واغرب ما فيها هو نهايتها. بطلة حلقة النهاردة انسانة تزوجت وعاشت مع زوجها لمدة 16 سنة، لمدة 16 سنة ما أنجبوش، ما خلفوش أطفال. هي كانت ست متعلمة ومثقفة وكانت بتشتغل مدرسة. زوجها ده هي تزوجته بعد قصة حب، وهو كان راجل صاحب مؤهل متوسط وكان عنده محل لتصليح الأدوات الكهربائية. كانت بتحبه حب شديد وكان شكله لطيف وجميل. كان ليه صديق هو عشرة عمره، صديقه ده كان بيشتغل في شركة قطاع خاص كبيرة، كان متزوج ومعاه أربع أطفال اللي هو الصديق. الراجل صاحب المحل ده كان يوم يشتغل وعشرة، لأ محل صغير على قد حاله، وكانت مراته المدرسة كانت يعني هي بتشيل كل مصروفات البيت، بالإضافة لأن أهلها كانوا ناس أغنية جدا وهي تحدتهم وتجوزت الراجل ده عن حب. لغاية كده الدنيا تمام التمام. صديق الراجل اللي بيشتغل في شركة قطاع خاص المتزوج وعنده أربع أطفال، يوم من الأيام جاله شغل برة البلد، شغل تبع الشركة، دورة تدريبية أو مؤتمر أو غيره. المهم كان مفروض يسافر لمدة شهر. قال لصديقه صاحب المحل ده ياريت بعد إذنك تاخد بالك من البيت عندي، تشقر عليه في الوقت اللي أنا غايب فيه. قال له عيب عليك، أنت سافر وبيتك أمانة في رقبتي ما تقلقش. كان وقت الغداء وهو راجع يتغدى يعدي على بيت صاحبه يسلم على أولاده ويشوف مرات صاحبه ست البيت دي مش عايزة أي حاجة، شوية طلبات بيجيبها وهو جاي، محتاجة فلوس ولا حاجة عبال ما الراجل يرجع، والله أنا متواصل معاه وبنتكلم على طول وزي الفل. أو يسأل مرات صاحبه على صاحبه إيه الأخبار، كلمك في التليفون تمام التمام والدنيا ماشية تمام. رجع صاحبه بعد شهر، بعد شهر من رجوع الموظف ده بدأت المشاكل الكبيرة تدب ما بينه وما بين مراته. مش مستحملين بعض، مش طايقه جوزها، مش طايقه صورته، هو كمان مش قادر ينام في البيت. لغاية ما فجأة ساب لها البيت وراح عند بيت أهله، عند بيت أخوه أو والدته يعني، وراح قعد هناك وقت. خلال الوقت اللي قاعد فيه عند أهله اللي طول لغاية شهرين كانت المشاكل برضو بتزيد ما بينهم. حاولوا يوفقوا ما بينهم لكن الزوجة رفضة تماما، زوجة الموظف هي اللي رفضة، لغاية ما الموضوع وصل للطلاق. يهديكي يرضيكي مفيش فايدة، طب علشان خاطري مفيش فايدة، طب علشان خاطر العيال أنا مش طايقاه وخلاص، ده راجل ولا يعتمد عليه وكذا كذا كذا، لغاية ما فعلا اتطلقت من جوزها. وبعد 3 شهور بالضبط كان مكتوب كتابها على صاحبنا صاحب المحل، راح اتجوز مرات صاحبه اللي وصاه عليها وعلى الأولاد. ومن الواضح انه أثناء الزيارات خلال الشهر وهو رايح وهو جاي حصل تقارب وتفاهم، واتفق هما الاثنين ان هما يقلبوا صاحبنا بالأربع عيال، واتجوزت الراجل ده وسابوا المنطقة اللي هما فيها وراحوا عاشوا في محافظة تانية. الست المدرسة اللي بتكفل البيت، المحترمة المؤدبة اللي ما بتخلفش، طلبت الطلاق من الراجل ده. وفعلا لان اهلها ناس كويسين وقادرين يعني، ضغطوا على الراجل ده لغاية ما طلقوا. عدى على الطلاق كام يا جماعة؟ عدى على الطلاق ده 1.5 سنة. كان ثمرة 1.5 سنة في حياة المدرسة زواج من زميل ليها مدرس، وأنجبت أول طفل بعد 16 سنة. كانت متزوجة من الراجل ده وهي عندها 19 سنة، سن 35 سنة كانت أنجبت الطفل الأول. علشان الحقيقة الصادمة للراجل بتاع المحل ده إنه مراته كانت طبيعية وكانت بتنجب عادي خالص،
وطول السنين دي كانت مفهماه انه العيب فيها، وكانت شارياه علشان كانت بتحبه ومش عايزه تسيبه ومش عايزه تصرحه بالامر ده. كتير قال لها تعالي نروح نكشف، تعالي احلل، تعالي. قالت له انا كشفت والدكاتره قالوا لي مفيش فايده فيكي وانا عندي مشاكل، علشان كانت شارياه وبتحبه. راح تزوج من مرات صاحبه اللي خانه في غيابه، وكانت النتيجة ان مجرد ما عرف ان مراته او طليقته اللي قبل كده خلفت وكانت مخبية عليه، الراجل اصيب بصدمة نفسية كبيرة جدا ادت لانه ما بقاش متوازن. الراجل يقعد في المحل يكلم نفسه، يمشي في الشارع يكلم نفسه، يسيب مراته اللي اتجوزها اللي هي مرات صاحبه باليوم والاثنين والتلاتة، ونايم في أرضية المحل على كنبة، لا بياكل ولا بيشرب ولا بيصلح ولا بيعمل أي حاجة نتيجة الصدمة الكبيرة اللي أخذها من التجربة الأولى، كمان نتيجة المعاملة السيئة جدا من مرات صاحبه اللي بقت مراته. أحيانا المولى سبحانه وتعالى بيختار لنا الحلول اللي بتناسبنا، وبيختار لنا المصير الصح اللي بيتوافق مع تركيبتنا النفسية ومع ظروفنا بشكل عام، لكن احنا بنتمرد على ده وبنروح نطمع في اشياء مملوكة لغيرنا وبنسيب الخير اللي عندنا. ما بنعرفش قيمة الاشياء اللي في حياتنا غير بعد ما بتطير وبتروح من ايدينا. اعتقد ان قصة حلقة النهاردة الواقعية الحقيقية بكل تفاصيلها، لان كتير من الناس بيقولوا اكيد الاحداث مش واقعية، معقول يحصل؟ ده اللي يلف في الدنيا يا ما يشوف. وفي اشياء احيانا بتجيلي وقصص بتجيلي ومشاكل بتجيلي بتكون فوق استيعاب العقل، ساعات ما بقدرش اتناولها في حلقات من صعوبتها. حلقة النهاردة مهمة جدا علشان نطلع منها بدرس وبعبرة، علشان ناخد بالنا كويس من الأشياء اللي في إيدينا، ونبعد عن النظر والحسد والطمع في أشياء بتكون مملوكة للغير. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة. دمتم بخير، مع السلامة.